للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر سكايب الدكتور ضياء حسين استشاري أورام وهشاشة العظام. حياك الله ويسعد صباحك دكتور. حياك الله، أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا فيكم ويسعد من الإخبارية متواصلة على آخر الأخبار. حياك الله، أهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية دكتور. خبرنا أكثر عن الآثار السلبية اللي ممكن تترتب على هذه الحميات الغذائية القاسية جدا على جسم الإنسان، وخاصة إذا نخصص الحديث عن المراهقات والمرأة بشكل خاص. طبعا الحميات اللي تم تسويق لها على أنها أفضل وأسرع طريقة لخسارة الوزن تعتمد على منع تناول بعض الأطعمة المحتوى غذائية أساسية وضرورية للحفاظ على صحة جيدة. ومن الأضرار أيضا إقطاع عملية الأيض ونقص العناصر الغذائية والإمساك، اكتئاب وتساقط الشعر وضعف الأظافر وفقر الدم. نعم يعني دكتور فعليا هل هناك ممارسات لأنواع من الحمية قد تكون في غالية في يعني عالية الخطورة، خصوصا ما يرصد عن السيدات انهم يبحثن احيانا عن النحل بشكل كبير او انها تكون نحيفة بشكل مبالغ فيه حتى، قل لنا اذكر النماذج يعني كيف يتم ممارسة طبعا هذا النوع من الحمية وايضا الانعكاسات الصحية. للأسف انه صور عارضات الأزياء النحيلات ونجوم التواصل الاجتماعي حولت المشاهير إلى مثال يعني يحتذى به من قبل مراهقات خاصة بين عمر 11 إلى 16 سنة، فيحاولن مجاراتهن وتقليد ذلك باتباع مختلف أنواع الحميات غير الصحية، مما يؤدي الإفراط في خسارة الوزن إلى أقل الكتلة الجسمية أقل من 18.5 وتعرضهن لفقدان الشهية أو ما يعرف بفقدان الشهية العصبي أو الأنوركسيا. الأنوركسيا عبارة عن اضطراب تغذية إرادي حيث تعمل الفتيات اللي لحمان عن من الأكل بسبب الخوف الزائد من اكتساب الوزن ويقاومون الجوع ويمتنعن عن شرب السوائل، وبعدها يصبح الشعور بالجوع ويفقدن الرغبة في الأكل نهائيا وتنتابن الرغبة من الاستفراغ عند دخول لقمة صغيرة للجوف، ويقوم بممارسة الرياضة بشكل مكثف في بعض الأحيان يتناول المسهلات في غاية النحافة أكثر ما يعتكفن، وخاصة أمام المرأة عندهم صديق الوفي هو المرأة. فالأعراض النفسية للمرض تمثل بالابتعاد عن المناسبات والتجمعات تجنبا لتناول الطعام والكذب حول كمية الطعام التي يأكلها المصاب، بالإضافة إلى بشكل متكرر وخلال اليوم ودائما كما ذكرت المرأة والشكوى من ظهور بعض الشحوم والإعداء ملابس فضفاضة لإخفاء جسدهن. نعم دكتور ضياء، وش الفرق ما بين فقدان الشهية العصبي وفقدان الشهية العادي اللي ما يكون مرضي؟ يعني فقدان الشهية سبحان الله العادي انه الوحدة مثلا في ظروف معينة احيانا مع الزعل الواحد يزعل مع نفسه بالاكل، وللاسف كمان احيانا الزعل بالعكس يزيد النهم للاكل، بينما هذه العصبي يعني مثال عندها عارضات ازياء لازم تصير زيهن، يعني تلبس كيف لابسين هم لباس يعني يعني هوس، فبقدر ما يستطيع يحاول يقلد هذه الأجسام، فبالتالي تصير عنده حالة عصبية. لذلك من العلاج لازم يكون أخصائي نفسي يتابع هذا الموضوع لأنه جيد. شكرا جزيلا لك على هذه النصائح دكتور ضياء حسين، وأنت استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام. يعطيك العافية دكتور.